أنا بيروت محمد أبو شمالة، ولدت إثر انفجار واستشهدت إثر قصف، وما بين يوم مولدي ويوم استشهادي 3 سنين لا أكثر. سميت بيروت لأنني ولدت عقب انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية في 4 أغسطس آب في 2020، وفي ليل الجمعة 27 من أكتوبر تشرين الأول أطاح صاروخ إسرائيلي بمنزلي في قطاع غزة، حاصدا معه روحي وأرواح جميع أفراد أسرتي. في ذلك اليوم استشهد نحو 40 من أفراد عائلتي أبو شمالة خلال قصف مكثف على كافة أنحاء مدينتي رفح وخان يونس ومخيم البريج حيث تتوزع منازل العائلة. هل أحتاج إلى أن أذكركم أنه بعد 50 يوما من العدوان وصل عدد الضحايا من المدنيين في قطاع غزة إلى أكثر من 14,000 شهيد و 33,000 جريح؟ 75% منهم من الأطفال والنساء. أتعرفون؟ ولدت في غزة وزرت بيروت وها أنا أحلق في سماء القدس.